ونادي نيوكاسل الذي قادم بقوة ينتقل إلى نادي روما ويسيني معهم العقد حتى رياض محرز ظلم نفسه ببقائه في السيتي. شوفوا حسام عوار بقيادة هذا المدرب الكبير اللي هو جوز. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ وما تنسوش أنكم تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. أول شيء نبدأ به في هذا الفيديو راح نتكلم على حسام عوار لاعب المنتخب الجزائري ولاعب نادي روما حاليا. حسام عوار بشكل رسمي ينتقل إلى نادي روما ويسيني معهم العقد لمدة 5 سنوات كاملة. برافو على حسام عوار لأنه أحسن وجهة دارها، أحسن صفقة بالنسبة للاعبين الجزائريين هذا الموسم. برافو 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 على حسام عوار، إن شاء الله نشوفوه مع هذا النادي الإيطالي الكبير أنه يتألق ويبرز ويقدم مستوى كبير جدا، وبالأخص أنه نادي روما شكون اللي حث عليهم باش يتعاقدوا مع حسام عوار؟ شكون اللي أصر باش يتعاقدوا مع حسام عوار؟ هو المدرب الكبير، نعتبره أنا من أحسن وأفضل المدربين في العالم اللي هو مورينيو، أصر إصرار كبير جدا على إدارة روما من أجل أنها تتعاقد مع حسام عوار. هذا يدل أن حسام عوار لاعب كبير ومن طينة الكبار. مورينيو ما راحش يصر على لاعب عادي باش يجيبه فقط، لا، يعرف إمكانية حسام عوار، يعرف أنه حسام عوار راح يقدم إضافة كبيرة لنادي روما. هذا أمر جيد صراحة أنه نشوف حسام عوار بقيادة هذا المدرب الكبير اللي هو جوزي مورينيو. حسام عوار إن شاء الله نشوفه يتألق مع روما ويقدم شيء كبير جدا، وإن شاء الله أيضا نفس الشيء نشوفه يتألق مع المنتخب الجزائري في المباراتين القادمتين اللي إن شاء الله قريبا جدا نشوف حسام عوار واللمسة تاعه في المنتخب الجزائري. نتمنوا له كل التوفيق، لاعب صاحب إمكانيات جيدة، الحظ لم يحالفه بعض الشيء في مسيرته مع نادي ليون، ولكن نتمنى هذه المرة راح يكون عهد جديد بالنسبة لحسام عوار ونشوفه يتألق مع روما على الصعيد الإيطالي والأوروبي والدولي مع المنتخب الجزائري. كل التوفيق لحسام عوار وتحية لي كبيرة. وما تنسوش انتم كمتابعين تعطوني رأيكم في هذه الصفقة، هل هي صفقة ناجحة أو صفقة فاشلة؟ هل تعتقدون حسام عوار ممكن أنه ينجح مع روما أو ما راحش ينجح مع روما؟ كرأيي الشخصي أعتقد أنه راح ينجح نجاح كبير جدا مع نادي روما، بالأخص أعيدها وأكرر مع مورينيو، لأنه يعرف جيدا كيفاش يوظف اللاعبين ومدرب جد ذكي وقمة في الاحترافية. نتمنى له كل التوفيق وأراكم في التعليق نستناها. ألف مبروك لرياض محرز لاعب المنتخب الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي، تحقيق دوري أبطال أوروبا. برافو 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 على محرز، مبروك عليه، نتمنوا له كل التوفيق والمزيد إن شاء الله مستقبلا من الألقاب والتتويجات إن شاء الله، سواء مع الأندية اللي راح يلعب فيها أو دوليا مع المنتخب الجزائري. رياض محرز لاعب كبير، قامة كبيرة، لا نقاش ولا جدال في ذلك. محرز مستوى ثابت وقيمة ثابتة للاعب من طينة الكبار. برافو على محرز، لنعتبره أنا حاليا أحسن لاعب إفريقي وأحسن لاعب عربي وأحسن لاعب جزائري محترف. برافو على محرز ونتمنى له كل التوفيق. أيضا باش نتكلموا الآن على إحصائيات رياض محرز في دوري أبطال أوروبا، اللي يقول لك أنه رياض محرز توج بدوري أبطال أوروبا ولكن ما كانش يلعب. صحيح رياض محرز أنه ما لعبش في النهائي وأنه ما لعبش في النصف النهائي، وهذا أمر مزعج وخلانا ما نحسوش بفرحة كبيرة، وكنا نستناو محرز يلعب أنه يسجل هدف أنه يتألق، لأن نعرفوا إمكانية محرز أنه لاعب كبير ويقدر يقدم الإضافة الكبيرة، ولكن لبيب غوارديولا لديه رأي آخر. ولكن شوفوا معنا إحصائية محرز باش تبين لكم أنه محرز لاعب من طينة الكبار. كما راكم تشاهدوا معنا، رياض محرز مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الأقل مشاركة في المباريات 6 مباريات كأساسي من أصل 13 مباراة، ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، ثاني أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة، ثالث أكثر لاعب مساهمة في الأهداف،
ثالث أكثر لاعب قدم تمريرات مفتاحية، ثالث أكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة. كل من تفوق على رياض محرز شارك في المباريات أكثر منه. كما شفتوا معنا هذه الإحصائيات تبين لك أنه رياض محرز قيمة ثابتة، شارك في 6 مباريات، ولكن كي تشوف إحصائياته وأرقامه والأهداف والتمريرات الحاسمة والتمريرات المفتاحية والمراوغات الناجحة، ما تحسش أنه لاعب كان غائب بحكم الإحصائيات، كأنه كان حاضرا في كل المباريات. هنا يبين لك أنه محرز لاعب صاحب فعالية كبيرة جدا، في أي مباراة يقدر يسجل ويقدم تمريرة ويدير مراوغات ناجحة. هذا أمر كنا نعرفه، وأنه نشوف رياض محرز أنه لاعب ناجح بأتم معنى الكلمة. ولكن لبيب غوارديولا لديه رأي آخر ومختلف تماما. كل مباراة يتألق فيها محرز يسجل فيها هدف، نقوله خلاص أنه المباريات القادمة محرز راح يكون أساسي ويصير لاعب أساسي في السيتي. ولكن يرجع بيب غوارديولا ويحطه في دكة البدلاء كأنه ينتقم من رياض محرز. كل تألق لمحرز يلقى مباشرة أن بيب غوارديولا يخليه جليس على دكة البدلاء. لو كان جاء محرز مستواه متراجع، مستواه ضعيف، نقوله والله بيب غوارديولا لم يظلم محرز وكان عنده الحق. ولكن هذا الأمر نشوفه ظلم في حق لاعب مثل رياض محرز. ليس بيب غوارديولا فقط الذي ظلم رياض محرز، بل حتى رياض محرز ظلم نفسه ببقائه في السيتي وبقائه أيضا على دكة البدلاء، جالس مستمتع يشاهد المباريات كمثل كل المتفرجين وراضي بوضعه في السيتي. دائما يصرح ويقول لك أنا سعيد وفرحان بوضعيتي في السيتي، أنا في نادي كبير. ولكن اللاعب ما راهوش يلعب، وحنا نعرف أي لاعب في كرة القدم يحب يلعب كل مباريات أساسي ويحب يتألق. رياض محرز للأسف ما هوش يلعب. وما ننساش باش نمرر الرسالة لواحد الناس، العديد من العرب يتكلموا على رياض محرز ويقول لك محرز في الدكة، محرز في الدكة، محرز كذا. رياض محرز أول لاعب عربي واللاعب العربي الوحيد الذي يحقق ثلاثية كاملة في الدوري الإنجليزي وثلاثية في الألقاب. عنده الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا. أول لاعب عربي يحقق ثلاثية في أوروبا. رياض محرز ألقابه اللي حققها فردية وجماعية تتكلم عليه، أرقامه أهدافه مراوغاته تمريراته تتكلم عليه. يعني ما تقدرش أنك تقارن رياض محرز بكل اللاعبين الآخرين. رياض محرز لو كان تعجن اللاعبين اللي كان في الدول الأخرى العربية ممكن ما يخرجوش قدم من رياض محرز. محرز ما شاء الله عليه لاعب كبير، حاليا مع السيتي توج بدوري أبطال أوروبا. الشيء اللي نتمناه أنا كرأيي الشخصي أنه رياض محرز ما ينتقلش للسعودية ويروح ينتقل إلى نيوكاسل أو إلى نادي أرسنال، لأن نادي أرسنال مهتم برياض محرز ونادي نيوكاسل مهتم برياض محرز. ولكن نشوف الأفضل والأحسن واللي عندهم مشروع جيد هو نادي نيوكاسل الذي قادم بقوة، والموسم الجاي رح يصنعوا العجب.